تعد تكنولوجيا الاتصال والتواصل من الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما هو موضح في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. يعمل مختبر نظرية الاتصالات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بقيادة الأستاذ محمد سليم العلويني، ومختبر أبحاث الشبكات بقيادة الأستاذ باسم شحادة على شبكات الأقمار الصناعية المحمولة جواً والأرضية وأنظمة الاتصالات اللاسلكية البصرية لتحقيق اتصال عالمي مع المساهمة في تطوير مستقبل رقمياً. يركز بحثنا في الجيل السادس من الشبكات اللاسلكية على ربط المناطق الريفية والمناطق النائية والأحياء ذات الدخل المنخفض. وفي أوقات تفشي الأمراض مثل فيروس كورونا، نحن نهدف ليس فقط للحد من عدم المساواة في العديد من المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، ولكن أيضا لخلق فرص تجارية واقتصادية جديدة. من المتوقع أن يقلل هذا النهج من عدم المساواة في العديد من المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، وكذلك أيضا خلق فرص تجارية جديدة. ستحدث ثورة الاتصال العالمية الجديدة العديد من التطورات التكنولوجية التي لا يمكننا تصورها حتى الآن. إنترنت الأشياء ستدفع حياتنا إلى أبعد من مجرد مفهوم المدن الذكية. إن إنشاء القرى والبلدات والضواحي الذكية يمكن أن يقودنا إلى حافة التقدم العلمي الأول منذ 6000 سنة الماضية. تضيق الفجوة بين القدرة الرقمية وخصوصا المناطق غير المتصلة بالشبكة والمناطق ذات الرقمنة المفرطة. سيتغلب على المشكلة التي تسببت بها الأجيال السابقة من شبكات الاتصالات اللاسلكية ويقلل من أوجه عدم المساواة بين الأطراف المذكورة. يمكن أن يلعب بحثنا في مجالات إنترنت الأشياء تحت الأرض وإنترنت الأشياء تحت الماء وإنترنت الأشياء الفضائية دورا أساسيا في المستقبل بمساعدة الاتصال العالمي الجيل السادس وتقنيات الاستشعار المتقدمة. سنقدم بيانات عالمية إلى الآتي: رصد تغيير المناخ، دعم الغابات النائية والنظام البيئي الجبلي، تحسين الكفاءة من حيث التكلفة ومراقبة سلامة الأغذية، دراسة النظم البيئية البحرية، مراقبة منصات النفط تحت الماء، استغلال الموارد الطبيعية جديدة وأكثر بكثير. يعمل قسم هندسة الكمبيوتر والكهرباء والرياضيات في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بجد على ربط وتشبيك الأشخاص الغير متصلين وإنشاء عالم متساو للجميع.